تواصل أشواط صباح هذا اليوم مستمر في ميدان سيف العرب في مكرمة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية، والشوط التاسع في مجموع الأشواط والرابع بالنسبة لأشواط يا أبناء القبائل اللقاية. هكذا مشاهدينا الأعزاء بهذا التنظيم الرائع، شكرا لنادي دبي لسباقات الهجن في هذه المتابعة وهذا التنظيم وهذه الانطلاقات. انطلق الشوط ويحمل الجعدان اللقاية، يتقدم هنشاهين خالد بن حميد بن حارب المهيري على المركز الأول والثاني هناك بهذا الشعار وهذا الإبداع وهذا الأداء الجميل. بينما المركز الثالث نسير مع ظبيان في المركز الثالث، وياتي عبيد بن سلطان الاكتبي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتقدم نايف في هذه اللحظات ومحمد بن سيف بالكديدة، أما خامس انفراد من شاهين مع هذا الاندفاع ومع هذا الانطلاق. خالد بن حميد بن حارب المهيري هو اللي في المركز الأول، إبداع ما شاء الله، إبداع في عالم الأصالة، إبداع في هذا العالم الساحر. يا سلام، أشكرك خالد بن حميد بن حارب المهيري على هذا الانطلاق وعلى هذا الاندفاع على هذا، وتهانينا والناموس على هذا الاندفاع. شاهين في الأمتار الأخيرة يعلن الفوز، الناموس. تهانينا خالد بن حميد بن حارب المهيري، المركز الثاني لسيف بن مطر بن لاحق الهاجري، والمركز الثالث وصل في ثالث المراكز شاهين حمد بن راشد بن غدير. الثلاث المراكز البقية مع لجنة خط النهاية لها متابعة في بقية المراكز. التوقيت الزمني 4:41. تهانينا وناموس.